قول لي، بهزر انت طبعا انتظمت في يعني. التدريبات من اوائل لاعبي الاهلي اللي انتظموا في التدريب. عايز اسالك عن مشاعرك حيال موسم جديد سيبدا. هو ان شاء الله والله يا دكتور ياسر الواحد بيتفائل خير في بدايه كل موسم وبيعمل اللي عليه، حتى لو يعني انا كنت مصاب فتره طويله جدا، فزي ما بيقولوا كده ما صدقت ان التمرين جه يعني، او ما صدقت ان في ميعاد تمرين ليا هيبتدي. ف يعني بدات انتظم في التمرين، كابتن محمد يوسف معانا يعني انا وعبد الفتاح، وجينا النهارده في ناس جايه من المعارين المنجم، وفي احمد في طوبه حسين السيد، بس انا كنت بقى لي 3 ايام كنت انا وعبد الفتاح بس منتظمين في التمارين. ما انا عشان كده عايز اسالك يا رامي، يعني ايه تدريب في 2 لعيبه بس؟ بيبقى شكله ايه وبيبقى معناه هو ايه معناه يا دكتور ياسر ان احنا انا بقى لي كتير قوي ما لمستش كوره، وعبد الفتاح لسه راجع من اصابه الرباط الصليبي، ان احنا مش محتاجين لعب كوره، احنا كل اللي احنا بنعمله بنرجع نفس او بنزود سرعات او مثلا بنجري حوالين الملعب، يعني بنجيب اللياقه تاني زي ما حضرتك عارف يا دكتور. وممكن تلعبوا مع بعض، يعني مين فيكم بس الأحرف انا من التاني؟ ماليش دعوه، لا عبد الفتاح على طول كده يعني، أنت هو الله اكبر طبعا، قلتها هو من غير كبير، تردد يعني. هو كبير طبعا يا جدع. بس فاحنا مش محتاجين كوره يعني، هو لو عبد الفتاح محتاج كوره هو بيشتغل مع كابتن طارق التأهيلي، مخصص التأهيلي في النادي، فبيشتغل مع كابتن طارق عبد العزيز ان هو ايه بيلعب كوره لقصاص مثلا، ان حضرتك الحاجات اللي معروفه دي، فانا ما بحتاجش كوره، ما بلمس كوره، فبجري طول التمارين جري سبرنتات مثلا لو فاتح خطوه كده يعني. وعملت ايه مع كابتن محمد يوسف؟ سألته عن ايه؟ هو طلب منك ايه؟ ان انا ما استعجلش طبعا، وان شاء الله كلمت دكتور ايهاب برضو على ان انا هعمل اشعه يوم 5 او بعد بكره ان شاء الله، وهسافر المانيا انا قبل ما الفرقه تروح فتره الاعداد.